هذا الأسبوع هناك أيضا اجتماعات للبنكين المركزيين في أوروبا، في الاتحاد الأوروبي وأيضا في بريطانيا. نتحدث أكثر عن أسواق العملات. معنا في الاستوديو رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث لدى إكويتي كروب. رائد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. تحدث بداية عن الجنيه الاسترليني الذي يعني شهد تذبذبات قوية في الأيام الماضية، صعودا وهبوطا فوق عتبة الدولار 30. بنك إنجلترا واجتماعه هذا الأسبوع طبعا عامل غير مؤثر حقيقة في حركة الجنيه الاسترليني. هل سيبقى الجنيه عرضة لهذه التأرجحات الكبيرة مرتبطة بأخبار البريكزيت فقط؟ حقيقة يعني كل التحركات الحادة اللي رأيناها سواء صعودا أو هبوطا هو دليل كبير أو دليل قوي على أن التحركات هي مدعومة بقلق وتوتر في شأن البريكزيت، ولا يوجد أي بيانات تستند عليها حتى يتم بناء ترند أو اتجاه واضح. طبعا الباوند تحسن بالفترة الأخيرة بشكل إيجابي نظرا لوجود إمكانية أو منطقية أن يكون هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تصريح واضح هل هذا الاتفاق إيجابي سيكون للمملكة المتحدة أو سيجنبها مزيد من الدفعات أو مزيد من الضغوط المالية في الفترة القادمة، وهذا ما لا يتم استبعاده حتى الآن، بالعكس هو موجود وسوف يتم ذلك. بالتالي ارتفاعات الباوند اللي احنا شهدناها هي معرضة بشكل كبير للتراجع والفقدان قيمة الارتفاعات هذه كليا مع أي خبر سلبي يعيد مجددا الأرقام إلى الطاولة، وهي أرقام التي سيتم دفعها من قبل المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي سواء كان هارد بريكزيت أو سوفت بريكزيت، كلاهما هناك أعباء مالية سوف يتكبدها الاقتصاد البريطاني، وسوف يعني إلى درجة كبيرة تضعف ثقة المستثمرين والذين يمتلكون الباوند حاليا سواء كان بنوك أو أفراد إلى أن يقوموا بعمليات سيل أوف في الفترة القادمة نتيجة لتوقع انخفاض قيمته. أما البنك المركزي فقد أدلى بأنه لن يتدخل في قيمة أو في تغيير سعر الفائدة حتى يكون هناك وضوح أكثر فيما يتعلق. أيضا اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس غدا، هل من توقعات لتغيير في طبعا السياسة النقدية المتوقعة له خصوصا على صعيد الكيو اي؟ إجمالا يعني لا تزال هو موجودة والفجوة موجودة في السياسات النقدية، وأعتقد البنك المركزي الأوروبي لن يقدم على أي تعديلات على نبرته حتى نهاية العام 2019 كما كان قد ذكر نظرا لوجود مجموعة 2019 ولا 2018 عفوا، حتى يكون هناك وضوح أكثر في المشهد فيما يتعلق ببيانات التضخم داخل المنطقة الأوروبية، وكذلك فيما يتعلق بالبريكزيت الذي له تأثيرات يعني شأن بين على الاقتصاد الأوروبي. مسألة السياسة المالية الإيطالية لا تعتقد بأنها قد تجبر المركزي على الاستمرار في الانتظار لفترة أطول؟ هذا أسوأ ما رأيناه حاليا، وبالتالي تجبره ممكن جدا أن يبقي على السياسات كما هي دون أي تغييرات حتى يكون وضوح أكثر في المشهد الأوروبي في الوقت الراهن، لأنه الوضع لا يزال التضخم تحت يعني تهديدات إمكانية الهبوط الارتفاع مجددا والضغط على الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك السياسة التيسيرية لفترة يعني ممتدة أكثر، عفوا التضخم أن يكون تحت الانخفاض أو قيمته منخفضة بعيدا عن المستوى المستهدف. تمام. بالنسبة للذهب لا يعني ميت يستفد الذهب على الإطلاق أبداً. يعني تماماً حتى مع الأسواق الناشئة والمخاوف، الملاذ الآمن في هذه الأوقات هو الدولار الأمريكي وليس الذهب، ويعتبر بشكل واضح يتم صحيح ترجمته في أسعار الذهب التي تتراجع بشكل حاد في الآونة الأخيرة. أنا أشكرك جزيل الشكر رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث لدى إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا.